اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تباعا اسفل الشاشه. كنا في حديث عن صعوبات التوظيف وكان حديث فعلا من القلب للقلب من الاستاذ عادل اللي يتحدث فعلا مراره واليوم واقع تجربه وتعالوا استفيدوا من هالعالم وواقع جدا مؤلم. لكن مشاهدينا الكرام في برامج لخدمه المجتمع وخدمه الباحثين عن عمل وايضا خدمه اصحاب المنشات الصغيره والكبيره. برنامج كفاله هو احد اهم المشاريع الرائده اللي تواجدت منذ فتره وحملت على عاتقها انه اليوم تعمل ضمانات، وراح نتعرف اكثر على برنامج كفاله وايش راح يقدم المنشات الصغيره والمتوسطه من دعم و ايش دوره بالضبط ما بين البنوك وبين ايضا الباحثين عن فرص استثماريه. الحديث حول هذا الموضوع صرنا يكون معنا الاستاذ طلعت حافظ امين عام لجنه الاعلام والتوعيه المصرفيه ببنوك السعوديه. اهلا وسهلا استاذ طلعت. مرحبا بك اخوي محمد وبالساده المشاهدين بالجنة. وانت استاذنا في الاعلام يعني ما نستغني عنك. ما عمره تعالى يعطيك العافيه. تسلم استاذ طلعت. الزملاء عدلوا لنا تقرير عن برنامج كفاله، نشوف هالتقرير ومن ثم نعاود اكيد بحديثنا الشيق ان شاء الله عن برنامج كفاله مع استاذ طلعت. أول ما تبلورت فكرة مشروعي كان يلزمني خطة عمل للانطلاق، ولما حققت طموحي وتأسس المشروع بدأت أخطط للتوسع، وبوجود قوائم مالية لمنشأتي اتقدمت بطلب تمويل للبنك، وبالفعل حصلت على التمويل الملائم بضمان برنامج كفالة، فتحقق طموح آخر بتطوير أعمالي. أعلن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية والذي يمول مناصفة بين وزارة المالية والبنوك المحلية المشاركة في البرنامج عن بلوغ عدد الكفالات التي قدمها البرنامج منذ انطلاقه بداية عام 2006 وحتى نهاية العام الماضي، إذ بلغت 7280 كفالة بقيمة إجمالية وصلت إلى 3589 مليار ريال، مقابل تمويل مقدم من البنوك والمصارف المشاركة بقيمة 7184 مليار ريال. استفادت منه نحو 4000 منشأة صغيرة ومتوسطة توزعت بنسب متفاوتة على مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة. طبعا فكرة البرنامج هو يقدم كفالة لنسبة معينة من التمويل المقدم من قبل البنك التجاري. كانت هذه النسبة في عام 2006 في بداية البرنامج 50% من حجم التمويل المباشر والغير مباشر المقدم من جهة التمويل. اليوم ارتفع تدريجيا ليصل إلى 80%، وبالتالي هذا شجع البنوك حقيقة وفتح شهيتها أكثر بأن تتوسع في هذا النشاط. طبعا نحن نعي تماما في البنوك السعودية أن قطاع المنشآت الصغيرة هو يعد القطاع الأهم والقاعدة الأعرض في الاقتصاد، سواء كان ذلك من عدد المنشآت والشركات. يعني اليوم إن لدينا في المملكة حوالي 1,000,000 سجل تجاري، يمكن 90% إن لم أبالغ هي منشآت صغيرة ومتوسطة في نهاية الأمر، وحتى ما كان منشأة كبيرة بدأ صغيرا ومتوسطا، وبالتالي هذا يعطينا الأهمية في هذا الموضوع دعم القطاع. إنشاء الوظائف، استحداث الوظائف، اليوم نحن أكثر من 62% في الاقتصاد السعودي يرجع إلى المنشآت الصغيرة في عملية التوظيف وهذه الأمور. البرنامج نجح في توفير وعاء تمويلي فاعل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مدعوما بالعديد من المزايا التشجيعية الهادفة لتحفيز أصحاب تلك المنشآت على توسيع قاعدة أعمالهم وتوفير فرص العمل للشباب السعودي على النحو الذي يسهم في تدليل مشكلة البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة. تقدمت للبرنامج، احنا لقيت انهم سلسين في التعامل، صدورهم مرحبة ومفتوحة للشباب السعودي سواء كان امرأة أو رجل. الحمد لله قد رحنا تقدمنا عليهم وكانت طلباتهم ميسرة جدا، وفرنا لهم الطلبات اللي طلبوا منا والحمد لله حصلنا على التمويل. طبعا احنا واجهنا في المعرفة بشكل عام وفي النشر وفي هذا، فطرحت عليهم برضو أفكار توسعية وجدا رحبوا بالفكرة. الحمد لله أخذنا التمويل، كان فترة التمويل قصيرة ما أخذ منا وقت وجهد كثير. نشاطات البرنامج لم تقتصر على إصدار الكفالات وتحفيز التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة فقط، بل شملت أيضا توفير التدريب والتطوير وتنمية روح العمل الحر لدى شباب الأعمال، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل تثقيفية بالتعاون مع البنك الدولي والمعهد المصرفي ولجنة الإعلام والتوعية المصرفية وبمشاركة المصارف السعودية والغرف التجارية الصناعية في المملكة. شكرا للزميل
إياد العليان اللي غطى لنا التقرير. يعني شفنا تواجد البنوك ووزارة المالية وهالشراكة، لكن نبغى يمكن شفنا في التقرير تفاصيل كثيرة. أنا أبغى كذا ببساطة جدا برنامج كفالة أنا إيش أستفيد منه؟ أول لعلي أثني حقيقة أنت يعني ذكرت لعله أهم شيء في البرنامج إنه إيجاد وخلق شراكة ناجحة وناجح حقيقة بين القطاع العام ممثلا في وزارة المالية والبنوك المشاركة البنوك السعودية. هدف البرنامج حقيقة يعود إلى 2006. أخوي محمد والجميع يعرف أنه أحد المعيقات أو المعوقات الرئيسة التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالذات الناشئ منها وما يعرف بالستارت اب هو قضية التمويل، وكيف ممكن هذه الشركة وهذه المؤسسة تقدم نفسها للبنك بالشكل الصحيح الذي يعني يمكن البنك أن يتخذ قرار ائتماني صحيح. نشأت هذه فكرة البرنامج برأس مال مناصفة بين وزارة المالية وبين البنوك المشاركة، وكان هدفه هو أن يشجع البنوك أن يقرضوا هذا النوع من المنشآت بضمان كما قلت يعني في بداية البرنامج في عام 2006 ب 50%. اليوم ارتفع الضمان إلى 80%، وبالتالي البنك الآن عندما يعني يقرض صحيح أنه يعني يقوم بالإجراءات الائتمانية وخلافه وليس مجرد خلاص العملية مضمونة إذا ما عندي مشكلة، لا هناك لا تزال مشكلة في التقييم وكذا والرسك والأمور هذه كلها لا يعني نعرفها كلنا في البنوك، لكن أخف مما أن يكون لا يوجد ضمان، وبالتالي 80% ساعد البنوك على التوسع. ليش سميتوها كفالة؟ يعني أنت عارف مجتمع عنده أزمة ما عاد في ثقة في أحد بسبب اسم الكفالة، هو لو صار بمسمى يمكن ضمان يعني هو الكفالة قضى البعض يأخذ أن أكفلك، وهو فعلا في النهاية كفالة يعني هي كفيل غرامية للعميل غرامية فعلا زي حضرتك ما تفضل. لو أخفق العميل لا سمح الله هنا البرنامج أو سيتدخل في 80% من التمويل المقدم من البنوك. طبعا لعلي أشيد بهذا البرنامج هو الأول على المستوى العربي، هو الأول على المستوى الخليجي، بل بعض الدول الخليجية بعد بدأت تحاكي هذا البرنامج، وظهر برنامج في قطر على فكرة اسمه ضمين. ضمين نحن كفالة هو ضمين، وستظهر برامج ونفس الأهداف تقريبا في تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. بالنسبة لي يعني إحنا ننبسط لما يجي صناديق ومشاريع دعم، صندوق المئوية، ريادة الأعمال، المشاريع هذه، بس مجرد أنك تدخل على موقعها تتفاجأ بالاشتراطات والعراقيل. إن شاء الله يا رب كفالة ما عنده هل يعني هل هاجس اللي بيشغل الشباب. أنتوا إيش اشتراطاتكم؟ هل متاح لأي واحد؟ أبدا، اشتراطاتنا جدا بسيطة، متاح لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية ما عدا القطاع الذي لا يضيف قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني أو لا يخلق وظائف. يعني بمعنى آخر واحد يجيب هالكوب من بلد ما يبيعه وسلام عليكم انتهى الموضوع، لا نحن هذا القطاع يمكن نستثني أو مستثنى يعني تجاري لا يضيف قيمة، لا يعني ذلك استثناء كافة القطاعات شيء، لكن جميع الأنشطة موجودة. المتطلبات بالمرة بسيطة، تعبئة استمارة ويعني تقييم ائتماني، تقديم كما رأيته في حقيقة في تقريركم موقر أن يكون هناك مشروع صغير ومن ثم يبدأ خطة عمل وتقديم جدوى اقتصاديا، وليس هالجدوى الذي يعتقد الواحد كتب ومكتبة، لا جدوى معقولة يعني تمكن البنك من اتخاذ القرار، لأنه أصلا مسكين لو عنده فلوس جدوى كان سوى مشروع. يعني حتى الآن الجدل حول القوائم المالية، نقبل قوائم حقيقة مالية غير معتمدة، لكن حقيقة أن تكون يعني مصممة بطريقة يستطيع البنك أن يتخذ القرار. من 2006 أستاذ طلعت ومثل ما تحدثت في البداية يعني أستاذ وزميل في الإعلام، لكن ما شفنا لهالأيام الحملات الإعلانية في الشوارع، كفالة يطلع لك إعلام في الإذاعة في التلفزيون، يعني الصيام هذا ما أدري إن شاء الله أنه مبرر يعني، وبعد الصيام كان فيه إفطار يعني جماعي. لا والله نحن ما كنا صايمين على مدى السنوات، طبعا بنصوم أكيد صحيح. لكن على مدى السنوات يمكن هذه الآن الحملة السادسة والمؤاخذة التي أطلقت هذا العام في هذا الشهر حقيقة فبراير، وأطلقت بقوة وسبق حقيقة 5 حملات وكانت ولله الحمد ناجحة. تقول لي كيف أخ محمد ناجحة؟ يعني شارتنا مجروحة صحيح. نحن نقيم بعد كل انتهاء حملة مستشار أو شركة حقيقة حيادية تقيم نتائج هذه الحملة ونتائج الحملة إيش أضافت من حيث العملاء وعدد العملاء، وهذا بالمرة مهم، لكن الوعي وانتشار فكرة البرنامج والترويج. لغتكم الاقتصاديين حلوة، لغة أرقام، إحنا نبغى بالأرقام إيش أهم الإنجازات اللي حققتوها في كفالة؟ أنا بعطيك الأرقام وأنت بتحكم، يعني أنت أستاذ المشاهدين. طبعا عندما بدأ البرنامج أصدر حوالي 51 كفالة في عام 2006 بقيمة 22 مليون،
اليوم نحن بنهاية 8 سنوات تقريبا من عمر البرنامج. الكفالات المصدرة كما أشار تقريركم الموقر عددها أكثر من 7200 كفالة بقيمة تجاوزت 3.5 مليار ريال، بقيمة تمويل مقدم من البنوك السعودية وهذا الأهم حقيقة أكثر من 7 مليار. حينما في 2006 لو رجعنا للذاكرة كان حجم التمويل المقدم لا يتجاوز 49 مليون من البنوك السعودية ل 36 شركة، اليوم نحن تجاوزنا 4000 منشأة. والله هذه لغة الأرقام تدري أنها دائما تحفز الشخص. يعني هل هذا الطموح؟ طبعا لا فعلا، وأي إن شاء الله طموحاتكم توصل أكثر كثير عند حسب استراتيجيتكم الآن. إيش التارجت أو النمبر اللي حابين توصلوا له؟ تبقى الصراحة ما في حدود. وأقول لك الآن أن البرنامج طبعا البرنامج كان عندما بدأ لي خطة عشرية، البرنامج في السنة السابعة تخطى هذه الخطة العشرية وبالنسبة للأرقام وبالنسبة للدليفربلز أو المخرجات أو المطلوب. الآن نحن البرنامج يمر في إعادة خطة استراتيجية عشرية أخرى تكون أكثر طموحة سواء من حيث نسبة الكفالة، بمعنى آخر يعني قد يصل البرنامج إلى بعض البرامج أو إلى بعض الأنشطة إلى كفالة 100%. لماذا؟ لأنه هو يريد أن يشجع أنشطة معينة. يعني أنتم الآن في إمكانية نسب معينة، هي النسبة القصوى 80% اليوم. أيوة. اليوم قد يعني قد تختلف 60 50 70 حسب النشاط، لكن قد الآن طبعا الآن الهدف القوي لنا أو لبرنامج كفالة عفوا هو التوسع في المناطق الأقل نموا اقتصاديا. الماضي حقيقة بوضوح كان التركيز على المدن الرئيسة، يعني كان مثلا تقريبا نصف البرنامج كان موجه لمنطقة الرياض لسبب لأن منطقة الرياض هي الأوسع وهي فيها حجم البزنس والأمور هذه كلها، يأتيها الشرقية. ليش المنطقة الشرقية؟ أرامكو والسب كونتراكترز لأرامكو وسابق واوا وإلى آخر. الآن التوجه أنه لا ما يعني ذلك نحن البرنامج حيقفل على حد ما، لكن التوجه للمناطق الأقل نموا اقتصاديا. في لكم نية توجهون أخيرا في جهات غير البنوك، وبنوك ما شاء الله عندهم دراهم، لكن أقصد أنه شركات التأمين مثلا، الجهات اللي يعني نعرف أنه عندها أدوار كثيرة لكن من باب المسؤولية الاجتماعية سواء في كفالة أو أي برنامج. والله نحن يعني إجابة على سؤالك أعتقد برنامج كفالة صدره رحب ويرحب بأي انضمام. طبعا اليوم البنوك المشارك 11 بنك، ربما إن شاء الله البنك الثاني عشر يشارك. ممكن في عفوا بنوك خارج المملكة تساهم معك؟ يعني ما اعتقد، اعتقد انها مشكله. انت قصدك البنوك الغير سعوديه؟ اي نعم. يعني هذه في الاخير ما اعتقد انها مشكله، وحتى جهات تمويل يعني يمكن يكون البرنامج على غرار الشركه السعوديه للمعلومات الائتمانيه سما عندما انشئ من البنوك السعوديه. صحيح. وكان مقصور على البنوك السعوديه. اليوم ما شاء الله تعدى 100 مشترك من بنوك وجهات تمويل والى اخره. صار طلعت نبغى قدام المشاهدين، انت الان لما نتحدث عن البنوك والجهه الاعلاميه ما لنا الا طلعت الاتحاد كان مالهم الا نور ونور راح، فأنت لا تروح، خليك معنا. نبغى نخصص فقرة وجزئية عن عمل المرأة في البنوك وكيف أنه اليوم يعني أنا متأكد أنه في آلاف وعشرات الفرص وعشرات الآلاف من الفرص الاستثمارية وفرص وظيفية للعمل، لكن المرأة تحتاج أنه الثقة تحتاج بيئة عمل، فتوعدنا إن شاء الله مشاهدين. أوعدكم لأن المرأة في البنوك السعودية وفي القطاع المصرفي قصة نجاح، وفي اللقاء حثبت ذلك لكم أنها فعلا قصة نجاح. وراح تساعدنا في إعلاء في إيجاد فرص وظيفية من بنوك؟ طبعاً. يعطيك العافية أستاذ طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، شكرا لحضورك الإعلامي الدائم في إيضاح كثير من الأمور. والشكر لكم موصول. فاصل